في ناس كتير قوي عجبة بالفيديو بتاع الهوندا السيفيك 97، وبصراحة الفيديو حقق مشاهدات وحقق ارقام حلوة قوي في وقت انا ما كنتش مستني انه يعمل فيه كده. عشان كده النهاردة جبت لكم هوندا، بس هي مش زي هوندا. العربية اللي معانا النهاردة هوندا بس عليها تيربو. اللي معانا النهارده هي هوندا سيفيك 92، بس مش زي اي 92. العربيه دي عشق شباب المرغني، عشق شباب التسعينات، وهي بصراحه قعدت فتره كبيره جدا جدا ولحد دلوقتي هي لسه ترند في الشارع، ولسه الناس بتهبها، ولسه الناس بتعمل لها حساب، ولما بتشوفها في الشارع الناس بتهيب العربيه دي. العربيه دي ال 92 بينزل منها السيدان الفور دورز، بينزل منها الكوبيه، بينزل منها الهاتشباك، والهاتشباك اكتر عربيه قريبه لقلب الناس لانها شكلها سبور اكتر. بس العربيه اللي معانا النهارده هي السيدان. العربيه دي بتنزل بموتور، اول حاجه العربيه دي هوندا سيفيك اس اي كانت بتنزل بموتور 1602 كاما. الموتور كان انجكشن عادي، الموتور ما كانش كربراتير، لكن صاحب العربيه حاطط لها موتور 1600 كاما واحده تربو. تعالوا نتفرج على الموتور ونتكلم على التعديلات اللي معموله فيه. الموتور ال 1600 سي الكاما واحده، الموتور ده التيرنز بتاعته كلها ستوك، الموتور لسه ما اتفتحش بس هو متربن. التربو اللي على العربيه هولست اتش اكس 30. بالنسبه للويست جير بتاعت العربيه فهي تربو سمارت. تاني حاجه برده معانا البلو اوف بتاع العربيه متعدل كله. اما بالنسبه للانتركولر بتاعت العربيه فهي من شركه ميشي موتورز، وهي من احسن الشركات اللي بتعمل الكولينج سيستم للعربيات عموما. تعالوا بقى ناخد فكره عن شكل العربيه ونتكلم عنها من بره شويه. بالنسبه للجنطه اللي على العربيه هو جنط اس اس دبليو مونو بلوك، وبالنسبه للكاوتشات فهي كاوتشات فيدرال افليزيون. بالنسبه للعفشه بتاعت العربيه فهي عفشه كويل اوفرز، وطبعا العربيه الجلب بتاعتها انرجي. العربيه من بره مش معمول فيها تعديلات كتير. طبعا الشكمان شكمان اكزوست كامل، شكمان 2.5. تعالوا بقى نسمع صوت العربيه ونطلع نجري بيها شويه. احنا دلوقتي هنجرب السيفيك. ثاني ان شاء الله جميلة جدا يعني. اخ متعة الطخ دي بقى، يا سلام. احنا دلوقتي يا جدعان هنروح في الطريق اللي احنا كنا بنجري فيه بالجاكور الريف تايب، لو تفتكروه يعني. نسمع بقى صوت الفيس. يلا يلا معلش يا جدعان، العربية عويت مني بس ايه، انا فهمتها كده. انا كده ايه قريت هي كده جاي على ايه، فاهم؟ انا فهمتها خلاص. عالي بقى، انا فوقت لي طيب صاحب العربيه اللي قاعد بيصورني، فاحنا نساله شويه اسئله كده. انا عايزك بقى تحكي لي انت من اول ما جبتها لحد دلوقتي انت عامل فيها ايه. العربيه دي كانت بتنزل سباقات يعني، بتنزل نزلت اوتو كروس قبل كده العربيه دي؟ اوتو كروس لا ما نزلتش، بس هي نزلت ريفت اب، نزلت اس اس تي. تمام. عايزك تحكي لي بقى انت كان ايه هدفك انت اول ما جبتها، وعملت بيها ايه، وكانت ان ايه، ورجع وعملتها تربو ليه، وليه ما حطيتش موتور اقوى من كده؟ عايزك تحكي لي بقى عن كل ده. والله العربيه دي حلم حياه اي شاب في مصر عادي، فهي كانت بالظبط، فهي كانت حلم حياتي برضو في فتره. تمام. جبتها ابتديت ان انا مشيت بيها شويه طبعا ستوكايه خالص. كانت 1600 كاما واحده، وانا شفتها كذا مره في السباق كانت 1600 كاما واحده بالظبط، مش كده؟ بالظبط. تمام. فابتديت بقى عشان طبعا خاطر السباقات لازم عربيه قويه تكون تحت رجلي الكلام ده، بس برضو كانت ان ايه يعني، انت كنت بتعدل فيها حاجات شويه ان ايه، لان احنا التراكات عندنا في مصر ما تستحملش قوي عربيات قويه للدرجه. حلو. بالذات ان احنا سبيد مش درافت، فمش مطلوب مننا عربيات قوية جدا. تمام. ففكرت ازاي اقوي موضوع العربية ده، كل ده احنا لسه بنتكلم عن ايه صح؟ بالظبط. طب انت ليه ما فكرتش انك تحط موتور قوي زي موتير الكيا وموتير الاتش، وهي برضو ان ايه؟
انا لقيت البديل التربو ان انا احط التربو على العربيه. يعني واجد طبعا طبعا احساس تاني خالص التربو غير ال ان اي خالص. تمام انا عارف استوى كام واحد بس جميله جدا يعني. الناس حتى تتفرج على كميه الدوس اللي احنا كنا دايسينه وما شاء الله صوت وباور رهيب يعني. الحمد لله يعني العربيه دلوقتي يا بسطاني شويه لسه. طبعا. مش متونه برضو. يا طلع كام حصان دلوقتي؟ يعني دلوقتي ممكن بنتكلم افريج فرنش 150-160 لسه ده كده من غير تيون. اه بالظبط لسه متونه. انت متارجت كام طيب؟ يعني ان شاء الله بنتكلم في 200-210 حصان. تمام ده كده يعني كافيين قوي من غير انترنت. ستوك انترنت بالظبط. ستوك انترنت. انت كنت بتحكي لي قبل ما نطلع نجرب العربيه انت كنت بتروح اصلا تتفرج على سباقات زمان؟ طبعا اه كنا بنسافر وبنروح نحضر السباقات. انت كده كده الموضوع اوريدي كان في دماغك يعني؟ بالظبط طبعا. تمام. بس موضوع الشارع يا جماعه هو مش امن نهائي. اللي عنده طاقه وعايز يطلع اي باور من عربيته احسن من الاف تراك. طبعا السباقات ده موضوع تاني خالص. واللي بينزل سباق ما بيضطرش ان هو يجري بره في الشارع خد نهائي. بس يعني بيبقى في شويه تفاهه كده اللي بتطلع في العربيه في الشارع. اه التفاهه دي موجوده دلوقتي يعني. التفاهه موجوده طبعا بس يعني بنحاول نقلل منها على قد ما نقدر. هو موضوع طبعا الحته بتاعت السباقات هي بتشيل لك جزء كبير قوي من لعب الشارع. طبعا بتخليك تتلهي اصلا انك تعمل سيت اب بالعربيه جديد طبعا يعني. المفروض يعني ان احنا ما بنجريش في الشوارع. الموضوع ده خطر جدا. الموضوع ده خطر جدا. انا ماليش دعوه بالكلام ده انا قاعد بجري دلوقتي. الموضوع ده خطر جدا ما ينفعش نعمله. حتى لو انت متمكن جدا 1000000% من سواقتك وعربيتك مظبوطه كل حاجه فانت لازم انت مش ضامن برضه خطا الغير الكلام ده. كمل كنت بتقول ايه؟ مالك يا ابني عملت حاجه؟ هو ده كل الموضوع يعني. انا بنصح مش انا لوحدي طبعا الناس كلها بتنصح. اي متسابق اصلا بينصح الشوارع نهائي. بس انت كنت بادئ جري شارع. يعني ما اكدبش عليك. اه طبعا كان في الشارع واول هنداية شدتها كانت في الشارع طبعا. بس لما كبرنا شويه لقينا ان الموضوع ده فعلا خطر جدا. في ناس كتير وحوادث كتير قوي بتتم وناس كتير بتموت بسبب الموضوع ده. ده الجانب المظلم بتاع العربيات طبعا. تمام. انا عايزك بقى تقول لي انت عامل العربيه دي فين؟ وانت يعني طبعا في ناس اخدت بالها مكتوب على العربيه براحيم. مظبوط صح؟ يعني العربيه دي كلها متعدله عند ابراهيم بيرفورمانس. تمام. باشمهندس مصطفى وباشمهندس محمد. هو الراجل مش عارفني شخصيا يعني. هو ممكن يكون مش عارفني انا شخصيا بس انا عارفه ومتابع عربيته. بصراحه الراجل ده بيعمل العربيات تحفه ما شاء الله يعني. هو بصراحه هو بيطلع باور رهيب جدا يعني. هو حد اكسبرت جدا. حد فاهم في الشغل ده ما شاء الله. بيطلع عربيات بسم الله الله اكبر قويه جدا. ارقام غريبه يعني. ابسط حاجه العربيه احنا راكبينها اهو عربيه مش متونه مطلعها حوالي 160 حصان. وانتوا شايفين الدوس اللي طالع من العربيه عامل ازاي. العربيه لسه مش متونه. العربيه يعتبر معمول فيها التوربينه بس والانتركولر اللي هي طبعا بتركب مع التوربينه. طلعت حوالي سكه 70 حصان زياده يعني تقريبا مش كده من غير تيون. احنا كل ده الارقام اللي احنا بنقولها ارقام مش ملموسه. العربيه ولا طلعت على داينو ولا اتونت. فاحنا كل الارقام اللي احنا بنقولها دي بالتقريب وباللي احنا شايفينه من العربيه. اه ان شاء الله العربيه تطلع قريب جدا على الداينو ونعرف تتوين. انت قلت لي التارجت 210-215 يعني افريج في الرينجات دي. اخرك 230 من 200-210 اللي معمول في العربيه دلوقتي. في سؤال بقى نفسنا كلنا نطلع نجاوب عليه في نفس واحد. اشمعنى هوندا؟ انا ايوه احنا بص صاحب العربيه دلوقتي ابتسم ابتسامه كده. بس كلنا عايزين نطلع نتكلم بقى في الموضوع ده. اشمعنى هوندا والقلق والجمال اللي احنا شايفينه من الهوندا يعني. احنا ليه بنحب العربيات دي؟ انا سيبك انت اللي تتكلم بصراحه. بص هو الهوندا كشركه يعني ليها عشق خاص بالنسبه لناس كتير قوي وانا واحد منهم طبعا. الشركه دي كل عربيه بتنزلها بتبدع فيها. مظبوط. اسف بتطلع باورات عاليه جدا. تمام. من مواتير صغيره. اربعه سلندر. ثلاث ارباع طبعا المواتير هي اربعه سلندر بس الباورات بتاعتها كبيره جدا. عندنا مواتير الكلام ده. بالظبط طبعا. تمام. عندنا مواتير الاتش مواتير الكي مواتير البي سيريوس. تمام. كلها مواتير 4 سلندر. بنتكلم في 300 حصان. ده كده بيجوا سهلين. الكي مثلا ستوك ان اي هي 300 حصان. تطلع 300 حصان عادي جدا. بس طبعا هيبقى في ريسك ان موتور يتكسر بس هي بتوصل ل 300 حصان وبتمشي وبتجري. هو الريسك ده موجود في اي عربيه في اي موتور في العالم. لكن الهوندا نفسها هي شركة ابدعت في الحتة دي. عايزين بقى نقفل الفيديو كده بحاجة حلوة. نقول ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وكومنت عشان نطلع لكم حاجات زي اللي معانا النهاردة. يلا. ايوه.
عارف.